بالبداية بالنسبة لنا هون كسويدا 23 كانت نقطة أمل. الثورة أحيت بسويدا عنا بعشرين آب، فانطباعنا عن 2023 كان شيء حلو، أعادت لنا الأمل، جددت لنا روح الثورة، جددت لنا إحساسنا بالوطن. يعني على مدار السنين السابقة ما كان الثورة بهذا الزخم بسويدا، كان عندي فقدان شعور الانتماء للوطن. 2023 كانت بالنسبة لي حسيت بمعنى الوطن، حسيت بمعنى الثورة، حسيت بمعنى المستقبل، فكانت شيء حلو كثير. ما في إنجاز كبير على 2023، بس كانت ثورة مهمة كثير، عم بتأسس لمرحلة جديدة، عم تقول إنه العدل والظلم ممكن يرجع ياخذ حقه اللي انظلم خلال 12 سنة. اليوم بسويدا بال 2023 اللي صار على مدار 12 سنة ممكن يرجع ياخذوا حقهم. ما في ثورة الشعب ما بتنتهي، هي أكدتها ال 2023 وبسويدا. رؤيتي لل 2024 طبعا بتمنى الخلاص، بتمنى عودة المهجرين، بتمنى خروج المعتقلين، يعني هي أهدافنا. أنا بحب أقول إنه سنة ال 23 أول نص منها كان مثل كل التاريخ، مثل كل 50 سنة اللي مرقوا، لو كان عن دور حافظ ولا كان عن دور الحريق كان نفس الشيء. الوضع يعني سفينة سوريا عبتغرق، والقبطان ترك السفينة من زمان. بعدين انتفضت السويداء، رجعت الأمال لكل شيء، رجعت أمال لشبابنا، رجعت الأمال للي خسر، رجعت الأمال للي ضايع، رجعت أحلامنا، رجعت كل شيء رجعت لنا. وبحب قول أنه أمالي لسنة 24، لأول مرة بحياتي عندي أمال، لأول مرة بحياتي عندي أمال، وإن شاء الله والله كريم كله خير وكله راح يكون منيح وشكرا. مرة هذا العام 2023 بكل أعبائه وكل صعوباته وكل ما تعنيه الكلمة من قسوة وإهانة وتجويع وتشريد وتدمير بكل أنواع الإهانة. نتمنى للعام المقبل أن يكون خيرا وبركة على هذا الشعب العظيم. نتمنى النصر لسوريا، نتمنى البعد، كل البعد عن التدمير والإجرام والإبادة التي شهدناها. نتمنى أن لا تتكرر هذه المشاهد المحزنة التي يندى لها الجبين. كانت سنة جدا صعبة، وكان كثير في غلاء، ارتفاع بالأسعار لدرجة جدا كبيرة، كان خانق للشعب بالمجمل، للشعب السوري طبعا كان كثير قاسي، عدم توفر الكهرباء، عدم توفر المحروقات بالمجمل، بالإضافة للواقع المعيشي اللي العالم ما عادت قادرة تتحمله أبدا، فكانت جدا صعبة. ونحن بنتمنى بال 2024 تكون سنة أفضل وسنة خير على الجميع، ويعم السلام بهاي البلد، ونرجع نعيش بحياة بسيطة مثل ما كنا عايشين قبل. وشكرا لكم على سؤالكم. هلق راح تخلص 2023، هاي السنة كانت سنة بشعة على كل المواطنين السوريين، ونحن إسا هلق جايين على موضوع الشتاء، وعندنا نقص بموضوع التدفئة، حتى الحطب ما عاد ما في حطب، الغابات الجبل كله كل شيء في عندنا شجر للأسف كله تقطع، صار في ضرر على البيئة، ولحتى حطب ما في، كيف ما ندفي أولادنا؟ ومخصصاتنا من المازوت ما عم تجي نهائيا كاملة، شو 50 لتر بيعملوا لنا؟ فنحن حابين لما تخلص هالسنة ونفوت بسنة جديدة يصير في تغيير على هاي الأمور، وأهم التدفئة، غلى الأسعار، المواطن يرجع يعيش عيشة حلوة كريمة. فبنتمنى 2024 تكون أحلى من 2023.